بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كالعادة عندنا بعض القضايا المهمة جدا اللي هنناقشها مع حضراتكم، وعندنا بعض الكلام المهم كمان اللي احنا التوعية اللي اتفقنا عليها بداية من الأسبوع اللي فات، اللي احنا كل حد بيتكلم على النادي الأهلي، المنوط بالنادي الأهلي، أهداف النادي الأهلي، الفتنة اللي البعض بيتكلم فيها خصوصا في قصة مش عارف ايه الشيخ زايد مدينة. كلنا واحد دلوقتي، كلنا ايد واحدة، لما يبقى في محنة كلنا بيبقى ايد واحدة. ولكن في البداية اسمحوا لي عايز اتكلم في نقطتين سريعا. اول نقطة اللي بيحب النادي الاهلي واللي عاشق للنادي الاهلي ما يتكلمش عن موضوع كولوبالي. ليه؟ لان انت حضرتك لما بتتكلم والموضوع في الاتحاد الدولي وبيحصل اي كلام، ده مش عارف بياخدوا الكلام دوت اللي فيه اي شتيمه اي اهانه سواء على فيسبوك او سواء في موقع ويبتدي يبعتوه، فمن هنا يجي يقول لك اعتذار ومش عارف ايه. فاتمنى ونصيحه لكل اهلاوي بيحب النادي الاهلي ما يتكلمش على الموضوع اللاعب ده، خصوصا اللي بيبقى من ضمن الخطط اللي انت تاخد الكلام اللي بيتكتب في اي موقع. بص الاهانات، بص الشتيمه، انا مشيت عشان خاطر الكلام ده، ويطلع في الاخر كلامه مظبوط. النادي الاهلي هيتصرف صح، النادي الاهلي كمان اتصرف صح من البدايه وهيعرف يجيب حقه كويس. لكن الكلام اللي انا بشوفه المنتشر بشكل كبير، مفيش اعتذارات، مفيش كلام اتقال. فمن هنا نصيحتي لكل اهلاوي بيحب النادي الاهلي، بلاش تتكلم في الموضوع ده عشان ما نضرش نادينا. النقطة